اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واتم التسليم على سيد الانبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ابي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قبل الله أعمالكم بإحسن القبول مع القسم الرابع عشر من سيرة المسيح عيسى بن مريم عليهما السلام ونكمل حديثنا ونحاول أن نختم إن شاء الله اليوم حول الآيات التي وردت في الأناجيل ولم ترد في القرآن الكريم الايه الثالثه التي اريد ان اسلط الضوء عليها هي تهدئه العاصفه عاصفه في بحيره طبريه هذه الحادثه ذكرت في ثلاثه اناجيل متى ومرقس ولوقا وقلت من قبل بان هذه الاناجيل تنتمي الى بعضها البعض يسمونها الاناجيل الازائيه يعني هي متوازيه قصتها مسيرها واحد بينما انجيل يوحنا مختلف عنها من حيث التفاصيل ومن حيث طريقه العرض وغير ذلك حتى اللغه مالتها مختلفه طيب وهذه الحادثه ذكرت بعد حادثه الموعظه على الجبل لما تكلمنا عن سيره المسيح ذكرت ان المسيح كان عنده واحده من المواقف المهمه في حياته الموعظه على الجبل والتي تسمى أيضا شريعة العهد الجديد باعتبار أن المسيح عليه السلام طرح في خلال هذه الموعظة طرح بحسب التراث الكنسي إحدى وعشرين قضية تنظيمية تشكل لب الإنجيل والعهد الجديد يعني المتبنيات الفكرية المتبنيات التشريعية الأخلاقية ما يرتبط بالحكمة في الحياة تحدث عنها المسيح في هذه الموعظه الطويله المذكوره في الانجيل. اجتمع خلق كثير من الجليل والقدس والضفه الشرقيه والضفه الغربيه لنهر الاردن وغيرها من المناطق واذ راوا عددا من الايات التي تحققت على يدي المسيح على يدي المسيح عليه السلام اتبعوه وبالتالي صعد على الجبل طبعا ما في في النص تحديد لاسم الجبل ومكانه ولذا عندهم رايين في راي بانه هو من جبال كفر ناحوم وفي راي اخر انه هو على جبل التطويبات الجبل المعروف باسم جبل التطويبات يعني اذا نشوف مع بعض هذه الخريطه هذه بحيره طبريه هذه بلده كفر ناحوم وهذه طبريه وهذا جبل التطويبات فالرأي يقول عند كفر ناحوم ورأي آخر يقول إلى الجنوب الغربي جبل التطويبات إن الحدث حصل هناك طيب طبعا هذه الموعظة فيها تفاصيل كثيرة سنتوقف عندها إن شاء الله عندما نخصص جلسة لحكم المسيح ومواعظه طيب هذه لوحة تمثل الموعظة على الجبل من القرن الثامن، التاسع عشر. بعد انتهاء الموعظه نزل المسيح من الجبل ومضى النهار بأحداثه وجاء الليل، دخل المسيح كفر ناحوم ثم خرج لاحقا في الليل ناحيه البحيره وركب سفينه. يقول متى في انجيله ولما دخل السفينه تبعه تلاميذه واذا اضطراب عظيم قد حدث في البحر حتى غطت الأمواج السفينة وكان هو نائما فتقدم تلاميذه وأيقظوه قائلين يا سيد نجنا فإننا نهلك فقال لهم ما بالكم خائفين يا قليلي الإيمان ثم يعني أنا معاكم لا تحاتوا ثم قام وانتهر الرياح والبحر فصار هدو عظيم يعني البحر والهواء سمع كلام المسيح فصار هدوء تام فتعجب الناس قائلين اي انسان هذا فان الرياح والبحر جميعا تطيعه هذه الايه المدعاه في الانجيل انها تحققت ضمن هذه الاحداث عندنا ايه اخرى اللي هي مرت علينا في قضيه المائده قصه المائده انزال المائده على المسيح وأيضا واحدة أخرى شبيهة لها فعندنا حادثة حادثتين حول إشباع آلاف الناس بكمية قليلة جدا من الطعام الحادثة الأولى تكلم عن خمسة آلاف رجل ما عدا النساء والأطفال وتبقى من خمسة أغ... أرغفة وسمكتين تبقى من كسرات الخبز ما ملأ اثني عشرة قفة هذه القصة الأولى القصة الثانية الرواية الثانية تقول بأن حادثة أخرى حصلت كان الموجودين تقريبا أربعة آلاف رجل عدا النساء والأطفال وسبعة أرغفة وقليل من السمك الصغير طيب الحادثة الأولى اللي هي تبع الخمسة آلاف اللي قلناها مرتبطة بقصة المائدة هذه الحادثة روتها الأناجيل الأربعة بما يقوي وقوعها يعني اكو اتفاق بين الاناجيل هذه اما الحادثه الثانيه فلا نجدها الا في انجيل متى وانجيل مرقس فقط ما نجدها لا في لوقا ولا نجدها عند يوحنا وهذا يضعف قيمه الخبر الحدث الاول ذكرنا مسبقا انه تحقق بعدما سمع المسيح خبر استشهاد يحيى عليه السلام يقول يوحنا في روايته بان هذا الحدث كان متزامنا مع عيد الفصح اليهودي، يعني مثل هالايام مثل هذه الايام بعد هذا مضى يسوع الى عبر بحر الجليل وهو بحر طبريه فصعد يسوع الى جبل وجلس هناك مع تلاميذه وكان الفصح عيد اليهود قريبا فاذا هو شيء قريب من هذا الوقت من هذا الزمن حصلت هذه الايه الموقع اللي وريناكم اياه فيما سبق في الجلسه السابقه حول هذه الحادثه هذا الموقع يسمونه الان الطابغه والكلمه معربه من هبتابغون يعني ينابيع السبعة باليونانية لأن هناك أكو ينابيع ماي متعددة وهذه الينابيع تجري وحاطين عليها طواحين مائية تطحن القمح والشعير العبرية يسمونها عين السبع يعني سبعة عيون سبع عيون ماء ينابيع السبعة هبتاغون طيب منذ القرن الثاني عشر عرف هذا المكان باسم لاتيني منسا كريستي يعني عشاء المسيح يعني المكان المرتبط بالحادثة هذه أو تبولة دوميني تبولة يعني تيبل والمصريين يقولون طبلية لا مو التبولة الخضراء السلطة تبولة دوميني يعني مائدة الرب هذه المنطقة تقع على مسافة أربعة كيلومتر جنوب شرق كفر ناحوم هذه بحيرة طبرية هذا بيت المسيح يعني مدعى أن بيت المسيح وعليه آثار كنيسة في كفر ناحوم وهذه المنطقة اللي فيها كنيسة الخبز والسمك اللي مكان اللي صارت فيه الحادثة اللي تعرف بعنوان الطابغة في هذا المكان بنيت كنيسة تسمى كنيسة الخبز والسمك او كنيسة تكثير الخبز او تكثير الخبز والسمك. اول من شيد هذه الكنيسة الكونت يوسف من طبريه عام 350 ميلاديه بعد ان اعتنق المسيحيه وكانت له علاقه وثيقه مع الامبراطور قسطنطين اللي هو تبنى المسيحيه وحول الامبراطوريه الرومانيه الى مسيحيه. كانت وثنيه صارت مسيحيه. اما روايه لوقا فتذكر أن الموضع اللي حصل في هذا الحدث كان مكان تابع لبيت صيدة بيت صيدة يعني بيت الصيد مكان يصيدون فيه السمك بيت الصيد بالآرامية بيت صيدة يقول ولما رجع الرسل أخبروه بجميع ما فعلوه فأخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء يعني ذلك كان هو باعثهم حتى يبلغون ويدعون لما خلصوا ورجعوا وقدموا التقرير أخذهم وانصرف منفردا إلى موضع خلاء لمدينة تسمى بيت صيدا وبعدين ذكر الحادثة اللي حصلت في قضية تكثير الخبز والسمك الغريب هنا أن لما نراجع الخريطة راح نلقى بأن بيت صيدا صايرة إلى الشمال يعني شوفوا وياي هذه بيت صيدا وهذه الطابغه وهذا كفر ناحوم فالمفروض اذا هي الطابغه والحدث صاير في بيت صيده المفروض ان الطابغه تنسب الى من؟ تنسب الى كفر ناحوم هي اقرب الى كفر ناحوم لكن هو قال شنو؟ مكان تابع لبيت صيده لوقا يقول فاذا قاعد يعطينا موقع اخر صاير الى الشمال الشرقي وليس الى الطابغة اللي هي بهذه الجهة وبالتالي هذا غريب حقيقة شلون يكون يعني المكانين مختلفين وهذا ينسب هذا وينسب هذا فهنا علامة استفهام على قضية تحديد موقع الكنيسة هذه خاصة أنه يقول هو أنهم عبروا بالسفينة عبروا شوفوا مرة ثانية الخريطة أيه الأنسب أن يكون أكو عبور لما تروح للضفة الأخرى من البحيرة ولا لما تنزل شوية للجنوب واضح ان الانسب انه يكون شنو؟ كل الضفه الاخرى هني انت عبرت ذاك الصوب فهني قد يكون تحديد موقع الكنيسه اللي هو سنه 350 بانينها يعني انت قاعد تتكلم عن فوق 300 سنه من الزمن ما بين تحديد المكان وبناء الكنيسه وما بين الحدث فاحتمال انه غلط مو صحيح الحادثة الثانية انفرد بها متى ومرقس ولكنها جاءت في ظروف اخرى. في انجيل متى يقول ان المسيح عليه السلام خرج من ارض جنسرين اللي هي طبريه واتجه الى صور وصيدا يعني جنوب لبنان وهناك ظهرت له امراه كنعانيه وثنيه توسلت فيه انه يشافي بنتها اللي فيها جن راكبها جن وكذا. فشفاها بعد ما قال لها اول شيء ما يصير والمهم قلنا القصه هذه من قبل. ثم عاد الى الجليل بعد ما راح صور وصيدا رجع الى الجليل فتبعه عدد كبير من المرضى وذويهم فوقعت حادثه الاشباع الثانيه بسبعه ارغفه وقليل من صغار السمك لاربعه الاف رجل عدا النساء والاطفال ولما شبعوا بقي من الطعام ما ملا سبعه سلال يقول ثم خرج يسوع من هناك وانصرف الى نواحي صور وصيداء ثم انتقل يسوع من هناك وجاء الى جانب بحر الجليل وصعد الى الجبل وجلس هناك فجاء اليه جموع كثيره معهم عرج وعمي وخرس وشل واخرون كثيرون وطرحوهم عند قدمي يسوع ثم تكلم شلون ان شفاهم وكذا واما يسوع فدعا تلاميذه وقال اني اشفق على الجمع لان الان لهم ثلاثه ايام يمكثون معي وليس لهم ما يأكلون فجوعهم شديد ثلاثة أيام وما شيء ولست أريد أن أصرفهم صائمين لئلا يخوروا في الطريق فقال له يعني يخوروا بمعنى أن الجوع يصيبهم بحيث أنهم يتساقطون فقال له تلاميذه من أين لنا في البرية خبز بهذا المقدار حتى يشبع جمعا هذا عدده فقال لهم يسوع كم عندكم من الخبز فقالوا سبعة وقليل من صغار السمك فأمر الجموع أن يتكئوا على الأرض وأخذ السبع خبزات والسمك وشكر وكسر وأعطى تلاميذه والتلاميذ أعطوا الجمع فأكل الجميع وشبعوا ثم رفعوا ما فضل من الكسر من الكسر سبعة سلال مملوءة والآكلون كانوا أربعة آلاف رجل ما عدا النساء والأولى الآية الخامسة السير على الماء وهذه أيضا شفناها في ضمن سيرة المسيح لكن بنتوقف عندها شوية بالتفصيل هذه الآية ذكرت في ثلاثة أناجيل في رواية متى أنها وقعت بعد حادثة الإطعام لخمسة آلاف اللي هي إنزال المائدة بتعبير القرآن الكريم كما استقربنا ذلك وهذا يعني أنها وقعت بالقرب انها وقعت داخل بحيره طبريه، مشي على الماء صار في البحيره. يقول فبعد الاطعام وللوقت الزم يسوع تلاميذه ان يدخلوا السفينه، خلصت المائده وكذا، قال لهم ركبوا السفينه ويسبقوه الى العبر حتى يصرف الجموع. وبعدما صرف الجموع صعد الى الجبل منفردا ليصلي. ولما صار المساء كان هناك وحده واما السفينه فكانت قد صارت في وسط البحر معذبه من الامواج امواج عنيفه صارت لان الريح كانت مضاده هنا وقعت الايه المرتبطه بحسب الروايه المرتبطه بالسير على الماء روى متى وفي الهزيع الرابع من الليل القسم الرابع من الليل يعني وقت السحر تقريبا أو آخر السحر مضى إليهم يسوع ماشيا على البحر فلما أبصره التلاميذ ماشيا على البحر يبي يروح ينقذهم اضطربوا قائلين إنه خيال يعني مو معقول هذا إنسان قاعد يمشي ومن الخوف صرخوا فللوقت كلمهم يسوع قائلا تشجعوا أنا هو لا تخافوا هذه لوحه تمثل الحدث لفنان روسي ومن بين ركاب السفينه يا بطرس شاف المسيح يمشي على الماء وتع... يعني تاكد من هذا الامر فاراد ان يفعل مثل ذلك فالمسيح ايضا اخبره انه ما في مانع اذا عندك ايمان فيني راح تمشي على الماء فاجابه بطرس وقال يا سيد ان كنت انت هو فمرني ان اتي اليك على الماء فقال تعال فنزل بطرس من السفينه ومشى على الماء لياتي الى يسوع ولكن لما راى الريح شديده خاف يعني بالبدايه كان عنده ثقه بس شويه من مشى اهتزت ثقته بالمسيح وقال شلون أقدر بضمن هالريح الشديدة أني أثبت على الماء هذه اللحظة حسب الرواية هذه اللحظة الفارقة التي اهتز فيها إيمان بطرس وكأنه شكك في مصداقية المسيح وبالتالي وإذ ابتدأ يغرق هني بطرس صار شنو ينزل بالماء صرخ قائلا يا رب نجني ففي الحال مد يسوع يده وامسك به وقال له يا قليل الايمان لماذا شككت طيب هذه اللوحه تمثل الحدث. <applause> الان لما نوصل المسيح الى السفينه وركبها هدات العاصفه ولما دخل السفينه سكنت الريح يوحنا قال لنا المسافه متى ما قال يوحنا يحدد المسافه يقول السفينة كانت تقريبا على بعد ثلاثة كيلومتر وهاج البحر من ريح عظيمة تهب فلما كانوا قد جذفوا نحو خمس وعشرين أو ثلاثين غلوة يعني أنت الغلوة بتحددها بشكثر مية متر مية وخمسين الغلوة هي شنو أنت لما تضرب السهم وين يوصل حد السهم يسمونه غلوه فأنت أضربه بهذا الرقم في خمسة وعشرين ثلاثة أنت قاعد تكلم عن ثلاثة أربعة كيلو فالمسافة بعيدة لمشاه المسيح حسب المدعاة من الساحل إلى أن وصل في ضمن البحر المتلاطم نظروا يسوع ماشيا على البحر مقتربا من السفينة فخافوا المفروض أن يطمئنون لكن هم خافوا خافوا ليش تصورون شبح فخافوا فقال لهم انا هو لا تخافوا فرضوا ان يقبلوه في السفينه، ليش رضوا؟ المفروض يستبشرون مو بس انه يرضون لا يبي يقول يعني ان كانوا في حاله شك ومترددين اهو مو اهو يني شيطان شنو هذا بالضبط؟ نخليه يركب ما نخليه يركب معقوله المسيح مشى بهذا الشكل وكذا وللوقت صارت السفينه الى الارض التي كانوا ذاهبين اليها، يعني كملت طريقها لان العاصفه هدات. الايه السادسه الاخبار عن سمكه وفي فمها مقدار الضريبه، امس اشرنا لها بالسريع بشكل سريع نشوفها اليوم بشكل تفصيلي، شو تقول الروايه الانجيليه؟ تقول هذا الحدث وقع بعد ايه اطعام الاربعة آلاف مو الخمسه، الاربعة آلاف. وبعد صعود المسيح وبطرس ويعقوب ويوحنا بعد مده من الزمن هي سته ايام على الاقل من حادثه اطعام الاربعه الاف وين صعدوا؟ على جبل عال فامتلا المسيح نورا تحول الى نور وهبط النبي موسى والنبي إيليا عليهما السلام هبط على الخمسة الموجودين اللي, اللي هو المسيح وأربعة من الحواريين ودار حديث بين المسيح وبين النبي موسى وإيليا هذه الحادثة حصلت بعد هذا الأمر يقول ولما جاءوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس طبعا أكو نقطة أيضا الرواية تقول بأن يد غمامة واسمعوا صوت إلهي نادى المسيح وكلم المسيح المهم فلما رجعوا إلى كفر ناحوم تقدم الذين يأخذون الدرهمين إلى بطرس كهنة اليهود كانوا فارضين ضريبة للهيكل للأعمال الدينية وكذا كانوا فارضين ضريبة على اليهود على بني إسرائيل يدفعون درهمين كنوع من الضريبه للشؤون الدينيه بالتالي المبلغ هو زهيد ولكن القصه بان كانوا يبون يتحرشون بالمسيح فاتى جامع الضرائب الى المنطقه قاصدين المسيح عن عمد وقالوا اما يوفي معلمكم الدرهمين ما يعطينا الضريبه مالتنا قال بلى من اللي يقول بلى بطرس فلما دخل البيت سبقه يسوع قائلا ماذا تظن يا سمعان اللي هو بطرس ممن يأخذ ملوك الأرض الجباية أو الجزية أمن بنيهم أم من الأجانب فقال له بطرس من الأجانب قال له يسوع فإذا البنون أحرار شو بيقول يقول هذه الضريبة باطلة ليش باطلة لأن هم مفترضينها كنوع من الجزية والجباية وهذه الجزية والجباية تفرضها الدولة على الوافد أو اللي ينتمي إلى دين آخر لا تفرضه على اللي من دمهم ولحمهم مثلا في الإسلام عندنا الجزية مفروضة على منه؟ على أهل الكتاب اللي هم من دين آخر وساكنين عندنا في أوطاننا فبالتالي يقول المسيح هذه الجزية هذه الضريبة باطلة فنحن أحرار تجاهها المفروض يأخذونها من غير اليهودي من غير بني إسرائيل طيب هم ليش جايين يطلبونها من المسيح وتحرشون فيه إما أن المسيح يرفض يعطيهم فيسوون دعاية على المسيح يقولون له شلون أنت تدعي أنك تنتمي إلى هذا الهيكل وتؤمن بأن هذا الهيكل المعبد هذا هو من عند الأنبياء هذا من تركة داود جدي داود وأن هذا هو بيت الله وأن خدمة الدين لازمة وكذا شلون تتمرد وما تعطي الضريبة وإذا أعطى الضريبة يقولون له شلون أنت تقول أنا ملك اليهود وتعطي ضريبة الملك يأخذ ضريبة ما يعطي فإذا أنت كذاب هذا كان قصدهم من القضية ولكن لئلا نعثرهم المسيح يقول حق بطرس يقول حتى لا نحط لهم يعني عذر علينا اذهب الى البحر ما كان وياهم فلوس اذهب الى البحر والق صناره صناره والسمكه التي تطلع اولا خذها ومتى فتحت فاها تجد استارا الاستار عمله تساوي اربعه دراهم المسيح درهمين وبطرس درهمين هذه أربعة وبالتالي يقول له أخذ هذه وادفعها فخذه وأعطهم عني وعنك هذا الكلام غريب يعني حقيقة الادعاء هذا غريب يعني قضية ما تسوى جدا سخيفة أن مثلا تصير لها آية أنه والله أربع دراهم ما أدري شلون صايرة ما أدش العقل وهي أيضا مما يضعفها أنها لم تذكر إلا في إنجيل متى فقط بقية الأناجيل ما ذكروها ضمن الآيات ولذا عليها علامة استفهام هذه نشوف هنا لوحة تمد... تمثل الحدث نشوف هذا يوحنا ماسك الاسمشة فاتحة الحلجها وحاط بيده فلوس يعطيه حق جاب الضريبة ونشوف العملة اللي هي الاستارة اللي كانت في ذاك الزمان، هذه هي العمله. طيب. وهذه لوحه ثانيه ايضا للحدث. عندنا الحادثه الاخرى لعن شجره التين. وهذه ايضا قضيه غريبه نستبعد انها حصلت يعني وما تتناسب اصلا مع شخصيه المسيح عليه السلام. نشوف شنو في انجيل متى ومرقس فقط نجد هذه الايه الغريبه التي لا تتناسب مع شخصيه المسيح لانها تظهره بصوره انسان سريع الغضب قليل الصبر يلعن شجره عديمه الحيله في موسم لا تثمر فيه شجره التين يلعنها لانها لا تحمل تينا ليش لانه هو شعر بالجوع وهو المفروض هذه الشجرة تظهر للتين لأنه هو المسيح بعد من قده يعني في ذاك الوقت فمدام يقول لها مدام حست أن المسيح يعان مفروض على طول شو تسوي تعطي تين فهي ما طلعت التين فلعنها فيبست هذا كلام يعني غير مقبول إنه يكون صادر من نبي المفروض أنه هو بعث رحمة للناس لم يجعله الله جباراً شقية كما يقول القرآن الكريم وقلت أنا هناك لعل القرآن يرد على مجموعة من القصص الإنجيلية وغير الإنجيلية التي تصور المسيح كشخصية سريعة الغضب عنيف جدا ويمكن تستغربون من هذا يعني الطبيق القص يعني الانطباع العام اللي يعطى عن المسيح انه شي يقول احد طقك على هالخد شنو خد الآخر وإنه جدا متسامح كان دائما مبتسم دائما كذا لكن لو تقرون هذه الروايات في الأناجيل وأيضا في إنجيل اللي مر معانا إنجيل الطفولة اللي مو معترف فيه لكن يصور, يصور شخصية المسيح في طفولته نشوفه دائم الغضب يلعن ويسب ويصيب الناس بال مثلا بلعناته وأصاب هذه التينة بلعنته، خلينا نشوف. وقعت هذه الحادثة حسب المدعى قبل أيام قلائل من حادثة الصلب. دخل المسيح مدينة أورشليم القدس وهاجم اللي قاعدين داخل الهيكل اللي كانوا يبيعون حمام وكانوا صرافين ذهب وفضة وكذا، هاجمهم وقال لهم مكان العبادة لا يكون مكان لمثل هذا الشيء وقام يضربهم وكذا وطردهم من المكان. ثم تذكر الرواية أن المسيح شفى عدد من المرضى وغادر القدس وبات ليلته في بيت عنيا القريبة 2-3 كيلومتر عن المسجد الأقصى اللي هو قلنا معناها بيت العناء طيب والآن يعني تسمى العيزرية ثم عاد إلى القدس من جديد عيزرية قلنا نسبة إلى عزرة اللي أحيا المسيح بعد ما مات أربعة أيام مدفون أحياه المسيح فسميت العيزرية نسبة إليه لأنه هو ساكن هناك طيب لما رجع وهو في طريق عودته إلى القدس حصلت الآية المدعاة قال متى وفي الصبح إذ كان راجعا إلى المدينة جاع فنظر شجرة تين على الطريق وجاء إليها فلم يجد فيها شيئا إلا ورقا فقط فقال لها لا يكن منك ثمر بعد الى الان فيبست التينه في الحال فلما راى التلاميذ ذلك تعجبوا قائلين كيف يبست التينه في الحال فاجاب يسوع وقال لهم الحق اقول لكم ان كان لكم ايمان هذا متى ما باجي على الصلب شيء كم يوم يعني خلاص كل كل اللي حصل سابقا من ايات وكذا قد حصل ان كان لكم ايمان ولا تشكون فلا تفعلون امر التينه فقط بل ان قلتم ايضا لهذا الجبل يعني انتم لو عندكم ايمان مو بس تيبسون التينه بكلمتين ثلاث لو قلتم ايضا ان قلتم ايضا لهذا الجبل انتقل وانطرح في البحر فيكون ينخلع الجبل ويطيح بالماء وكل ما تطلبونه في الصلاه مؤمنين تنالونه بس خلي يصير عندكم ايمان بس انتم ما عندكم ايمان كله تشكون هذا كلام كلش اهدى قريب من حادثه الصليب الان لنا نتسائل نتساءل مرت معنا من قبل ان المسيح اعطى لحواريه القدره على ابراء المرضى واخراج الشياطين وسائر قدراته ومارسوا ذلك قبل هذا الحدث بكثير في منتصف او بدايات الدعوه وانطلقوا في الافاق ودعوا الى المسيح ومارسوا اشفاء المرضى وكذا وقلت لكم اكثر من مره ان بعض الكنائس اليوم يشفون المرضى بحسب المدعى والمجانين ويخرجون الشياطين يقولون هذه القدره اخذناها من من؟ من بطرس وبطرس من وين اخذها؟ اخذها من المسيح طيب إذا أهما مارسين هذا الشيء على شنو يشكون؟ يعني إذا واحد هو بنفسه تحقق على يديه هذا الأمر فكيف يشك فيما يصدر عن من أعطاه هذه القدرة حسب المدعى فإذا ما تركب القضية ما ترهم كل هذا الشك من الحواريين إلى اللحظات الأخيرة من حياة المسيح ما ترهم مع أن أهما مارسوا هذه الأدوار فيما سبق اما هذا غلط واما هذا غلط في روايه مرقس يقول في طبعا شويه اختلاف بالتفاصيل يقول وفي الغد لما خرجوا من بيت عنيا جاع فنظر شجره تين من بعيد عليها ورق وجاء لعله يجد فيها شيئا فلما جاء اليها لم يجد شيئا الا ورقا لانه لم يكن وقت التين يعني هذه الرواية تقول أنه ما كان موسم شنو ذنب هالشيرة هذه تلعنها فأجاب يسوع وقال لها لا يأكل أحد منك ثمرا بعد الآن وكان تلاميذه يسمعون طيب ولما صار المساء خرج إلى خارج المدينة وفي الصباح إذ كانوا مجتازين رأوا التين قد يبست من الأصول هناك شنو قال في التو يبست هذه الرواية شو تقول؟ تقول لا باكر يوم شافوها ناشفة. فتذكر بطرس وقال له يا سيدي انظر التينة التي لعنتها قد يبست. هذا تعارض ما بين هذه الرواية وتلك الرواية. على كل حال هذه لوحة تمثل الحدث، هذه الشجرة وقد نشفت. وهذه ايضا لوحة وهذه لوحة ضمن يبدو انجيل مصور يعني صوره ومع النص. او كتاب فيه مقطع من الانجيل. الان احب احطكم في الجو اللي انا قلت لكم بان اكو عده روايات في الاناجيل تتكلم عن الشخصيه الغضوبه للمسيح مع انه جاء في الانجيل من ضربك على خدك فاعرض له الاخر ايضا. اللي طقك طيب هالخد عطى الخد الثاني يعني يقول لك كونوا متسامحين واحد يعلمهم يقول لهم كونوا متسامحين يكون هو غضوب ومن اخذ رداءك يعني غصبا عليك كان سلبك عبايتك بشتك فلا تمنعه ثوبك ايضا يبي بوق دشداشك ما خلي بوق خليك متسامح معه لهالدرجه من التسامح كيف يكون هذا متناسب مع الشخصيه الغضوبه الانفعاليه خلنا ناخذ بعض الشواهد يقول حينئذ جاء الى يسوع كتبه وفريسيون، كتبه قلنا أهما علماء دين يهود من درجه نازله كلش، شغلهم يستنسخون الكتاب المقدس ويعلمون الكتاب فقط، ما عندهم درايه بامور تفصيليه كثيره. وفريسيون قلنا هم هذيل مذهب سلفي. الذين من اورشليم كانوا جايين من القدس قائلين لماذا يتعدى تلاميذك تقليد الشيوخ فإنهم لا يغسلون أيديهم حينما يأكلون خبزا قلت أنا ذاك اليوم أمس إن اليهود عندهم لازم تغسل إيدك قبل ما تأكل مو للنظافة للنجاسة والطهارة خوف أن إيدك لامسة شيء من النجاسة فلازم تغسل يقول جماعتك ما يغسلون إيدهم يا المسيح طيب فيش يقول لهم المسيح يقول لهم المهم طهارة نجاسة القلب والروح مو المهم نجاسة اليد وكذا يعني إذا بتحتاطون احتاطوا هناك مو هنا ما دام أنت مو متأكد أن إيدك نجسة عادي تاكل ماكو مشكلة بس أنتم ما تهتمون بنجاسة الروح وطهارة ما تحتاطون بهالأمر حينئذ تقدم تلاميذه وقالوا له أتعلم أن الفريسيين لما سمعوا القول نفروا فأجاب وقال كل غرس لم يغرسه أبي السماوي يقلع اتركوهم يعني لا ما منهم خير اتركوهم هم عميان قادة عميان وإن كان أعمى يقود أعمى يسقطان كلاهما في حفرة فأجاب بطرس وقال له فسر لنا هذا المثل ما فهمنا شنو يعني أعمى يقود أعمى اثنين يطيحون بالحفرة فقال يسوع هل أنتم أيضا حتى الآن غير فاهمين يعني أنتم ما تفتهمون بهذا المعنى ليه الحين انتم ما تفهمون انا شلون اتكلم انا شنو قصدي علق البعض على هذه العبارة قائلين بأن هذا فيه نوع من التوبيخ والتحقير وليس بأسلوب الأبوي الحاني على أولاده لأن المفروض أنه يتعامل معهم بشكل أهدأ يعني عاملهم معاملة الأب اللي يقول لهم والله ما فهمتوا تعالوا أنا أشرح لكم أعطيكم مثال آخر كذا كذا ما يعنفهم بهذه الصورة خاصة هذيل المقربين من الدائرة الأقرب مثال آخر استشهد به على التوبيخ كلام يوجهه أيضا للحواريين في مشهد أمام الناس يعني زفهم قدام الناس وقام من هناك عفوا وقام من هناك وجاء إلى تخوم اليهودية من عبر الأردن فاجتمع إليه جموع أيضا وكعادته كان أيضا يعلمهم وقدموا إليه أولادا لكي يلمسهم تعال بارك لنا عيالنا مثل ما احنا نسوي مثلا نشوف عالم ولا كذا نودي هالنا كذا عشان يحبهم يقول لهم مثلا الله صل على محمد وآل محمد كذا يدعي لهم شيء من هذا القبيل وأما التلاميذ فانتهروا الذين قدموهم قام ينتهرون الآباء انه واخروا عيالكم لا يجون عند المسيح فلما رأى يسوع ذلك اغتاظ وقال لهم دعوا الاولاد ياتون الي ولا تمنعوهم المفروض أن يتكلم مثلا باسلوب اهدى يتكلم بطريقه اخرى ما يعنفهم ديل الكبار وتلاميذه وكذا يتكلم معهم بهالاسلوب ليش المشهد الثالث نشوف هني بعد ما صار اللقاء على الجبل اللي هو المسيح امتلا نورا تكلم مع موسى وايليا عليهما السلام سمع صوتا الهيا يحدثه ويثني عليه يقول النص اضاء وجهه كالشمس وصارت ثيابه بيضاء كالنور يعني احنا قاعد نتكلم عن جو روحاني في قمته بل المسيح بحسب ادعائهم خرج من الطبيعه البشريه الى الطبيعه اللاهوتيه وسمع الصوت الالهي يقول له هذا هو ابني الحبيب الذي به سررت له اسمعوا طيب المفروض شو يصير؟ المفروض ان الانسان يكون جدا في حاله روحانيه راقيه نزلوا من الجبل ما لبث ان خرج يسوع عن اتزانه شلون؟ ولما جاؤوا الى الجمع توهم نازلين من الجبل شافوا مجموعه من الناس تقدم اليه رجل جاثيا له نزل راكع وقائلا يا سيد ارحم ابني فانه يصرع ويتالم شديدا ويقع كثيرا في النار وكثيرا في الماء واحضرته الى تلاميذك فلم يقدروا ان يشفوه فاجاب يسوع وقال ايها الجيل غير المؤمن الملتوي إلى متى أكون معكم إلى متى أحتملكم قدموه إليها هنا يعني ايش سوى زف الريحان وزف التلاميذ إن أنتم التلاميذ فقدتوا القدرة على الإشفاء فقعد يعنفهم الحين واحد جاي. تخيل أنت اعتكاف مثلا ثلاث ليالي تطلع من المسجد الابتسامة شقاقية تحس أن الدنيا مش سيعاك تمشي وتسلم على الناس عشت حالة روحانية كبيرة يوم عيد الاضحى بعد ما تخلص اعمال عرفات وكذا في الحج شوف معنوياتك غير تخيل هذا اللقاء شلون لازم يكون ردة فعلك بهالطريقه تزف الناس وتهاوش ايها الجيل غير المؤمن الملتوي الى متى اكون معكم يعني انا يوم من الايام ما راح اكون موجود يلا سووا شغلكم عدل الى متى احتملكم قدموه الي ها هنا فانتهره يسوع فخرج يعني هذا الياهل اللي هو الولد اللي فيه الشيطان فخرج منه الشيطان فشفي الغلام من تلك الساعه ثم تقدم التلاميذ الى يسوع على انفراد وقالوا لماذا لم نقدر نحن ان نخرجه؟ فقال لهم يسوع لعدم ايمانكم، انتم ما عندكم ايمان فالحق اقول لكم فالحق اقول لكم لو كان لكم ايمان مثل حبه خردل لكنتم تقولون لهذا الجبل انتقل من هنا إلى هنا من هنا إلى هناك فينتقل ولا يكون شيء غير ممكن لديكم واما هذا الجنس فلا يخرج الا بالصلاة والصوم. يعني قد يكون يقصد ان الشيطان ما يطلع من هذا الا يكون عندكم صلاة وصوم حقيقيين، انتم ما قاعد تصلون عدل ولا تصومون عدل. يعني زف بزف كل فبالنتيجة هذا الأمر وهذه المشاهد وغيرها أكو مشاهد عديدة تم تجميعها من بعض الباحثين العلمانيين يعني عموماً اللي اتجاههم لا ديني يهاجمون في المسيح والمسيحية قالوا أن هذا الانطباع اللي تأخذونه عن المسيح أنه شخصية هادئة أو كذا لا أبداً وأنه متسامح لا أبداً هو والعياذ بالله كما يقول هؤلاء شخصية اتصفت بالنزق ونفاد الصبر وأن هذا النزق كان يتحول أحيانا إلى ثورات غضب عارم ولطالما احتدم غضبا على محاوريه من مثقفي اليهود هذا التعبير الوارد في بعض الكتب مهاجمين في شخصي انطباع العام عن شخصية المسيح وأن الإنجيل يقول لا شخصيته شخصية غضوبة وأنه كان سريع الغضب إلى آخره طبعاً إحنا لا نريد أن نبرئ المسيح من الطبائع البشرية أكيد أنه يبقى إنسان وإنفعالي وممكن أن يصدر عنا غضب أو غيره لكن نريد أن نقول لو نجمع هذه الصور وهذه الأحداث نشوف أن هذه ما تتناسب مع شخصية نبي رسول بعث رحمة للعالمين خاصة مع بعض التعليمات الصادرة عنه اللي يقول كونوا متسامحين كذا خاصة مثل قضية شجرة التين إن يلعنها فتيبس من ساعتها وهي مالها ذنب ولا حول لها ولا قوة وبالتالي مثل هذه الأمور يصعب أن نقبل بأنها آيات للمسيح بل نقول بأن قضية لعن التينة أن هذه المشاهد قد تكون بعيدة عن الحقيقة وعن سيرة المسيح عليه السلام إن شاء الله راح تكون لنا جلسة في الغد نتكلم فيها ما اتذكر يمكن عن الوهيه المسيح او مواعظ المسيح، واحده منها، اما راح نتكلم عن مواعظ المسيح او عن موضوع الوهيه المسيح ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله، اللهم صل على محمد وال محمد